من طرق العلاج اللي هو مريض مرض نفسي او عنده مرض عضوي او عنده مرض روحي او ما عنده سعد او الابواب مغلوقه عليه او تلف البوصله واللي قلب شكون اللي ساعده وكل شيء يقول لي الله يسهل ما مساليش ما عنديش ما عندي قدره. اياك ثم اياك ان تحزن، اياك ثم اياك ان تشعر بانك وحيد، ربنا معك. توسل اليه بماذا؟ بالصلاه على النبي. الم يقل جل جلاله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه وسيله الى الله، بها يفتح الله الخزائن وبها ياتي الله بالمدد، المدد المدد. فاكثروا جميعا ايها الاحباب الكرام من الصلاه على النبي الكريم، وسوف تفاجئون بالمدد، بالمال، بالصحة، بالقبول، بالعلم، بالفتح، بالسعادة الزوجية، وسوف تنتهي كل مشاكلكم. أقسم بالله لست حانثا، صادقا أقولها، والله وبالله وتالله إني لأعرف عدد كبير من الصالحين ما عندهم أي مشكلة في الحياة. لما أسألهم ما مشكلتكم في الحياة، الناس يبكون ويشتكون، عندهم أزمات وعندهم شدائد وكروب. ما هي مشكلتكم في الحياة؟ كيقول لك لنا مشكلة واحدة فقط لا ثانية لها. كتقول لي ما هي مشكلتك؟ حزين أنني لم أشكر الله حق شكره، فقط مشكلتي أنني أريد أن أشكر الله كثيرا لكن الظروف لا تسمح، فأشكر الله تعالى أقل مما يستوجبه سبحانه، لم أشكر حق شكره. ولما تسألهم ما الذي وقع في حياتكم، كيقول لك صلينا على النبي كثيرا كثيرا فجاءنا المدد من عند الله، الصحة والعافية والقبول والرزق والمال والعزة والكرامة وجمع الشمل وكل الخيرات والبركات في الأهل والأولاد والأحباب. فصلوا جميعا على رسول الله، يأتينا المدد من عند الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فرحانة بزاف اللي جد لي الخط الله العظيم. مرحبا بك للا. شحال هادي وأنا كندب معاها ما فاتتش ليا. حفظك الله للا رشيدة. بغيت نقول لك دعي معايا وكل شيء الناس يدعي معايا فيها واحد المرضى. لا إله إلا الله. مرض تسلم اللويحي اللي عرفته. إيه. لا إلا سمعت به التسلم اللويحي. إيه. دخل كيشد رجلين وكيشد بنادم كامل. الله يشافيك ويعافيك لاله رشيده. والدواء ديالو غالي هو. هي غالي جدا باهظ ملايين. مليون الشهر قالوا لي مليون الشهر هذاك الدواء. اياه لاله. لا غير الناس ضعافه. لا حول ولا قوة الا بالله. دابا كناكل غير اللي ثاني غير كنتهدى بيه شويه وعندي الدراري. ما كنقدر ندير الشغل ما كنقدر ندير والو. الله يشافيك ويعافيك لاله. الله يشافيك ويعافيك يا رب. الله يشافيك ويعافيك بفضله وجوده وكرمه ومنه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لالة رشيدة، نطلب الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أنه يشافيك ويعافيك بشفائه ودوائه. لالة رشيدة، بالأمس كنا تكلمنا على قصة من القصص ديال الإمام البوصيري اللي كان في القرن السابع للهجرة، واللي هو تعرض لنفس المرض ديالك اللي هو بحال المفارج وكيخلي الانسان فيه الرعشه، وانفق في مش مرض جديده مرض قديم هذا، انفق كل ماله، انفق الامام البوصيري كل ماله من اجل العلاج، وكان كيجمع المال الكثير عن طريق مدح الكبراء والسفراء والامراء وعليه القوم، جمع مال وفير حتى ولا مليونير في زمانه. لكن من اللي مرض الدواء غالي وأنفق أمواله عند الأطباء وعند الصيادلة وعند العشابين وعند الرقاة، والو ذاك المرض ما بغاش يحيد منه، حتى قال لي أحد الصالحين عندي لك دواء. قال لي ما بقي عندي مال. قال لي عندي دواء بلا مال مجانا. قال لي ما هو هذا الدواء؟ قال لي دواؤك أكثر أكثر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله، يأتيك المدد من الله. كلما أكثرت من الصلاة والتسليم على رسول الله يأتيك المدد من الله. فبدأ الإمام البوصيري يصلي على النبي المصطفى مرارا وهو مريض طريح الفراش،
ونصفه راقد عليه، وكيقوله ويعوده ويقوله ويعوده، حتى جاءه يوم من الأيام وهو بين اليقظة والنوم، فقال له: عليك السلام يا بصيري. وكان يوم جمعة، فمسح بيده الكريمة على جسمه، ثم أخذ البردة اللي هي داك السلهام ديالو سيدنا النبي لابسه، وألبسه الإمام البصيري، فقام مشافا معافا. ومن ثم قال الإمام البصيري: والذي بعث محمد بالحق بعد اليوم لن أمدح إلا سيد الخلق. فمدح النبي الكريم بالبردة وبعدها بالهمزية اللي كانت فيها شفاء. العلماء خذوا بهذه القصة ومن غيرها الكثير، خذوا بأن من طرق العلاج اللي هو مريض مرض نفسي أو عنده مرض عضوي أو عنده مرض روحي أو ما عنده سعد أو الأبواب مغلوقة عليه أو تلف البوصلة واللي قلب شكون اللي ساعده وكل شيء يقول لي الله يسهل ما مساليش ما عنديش ما عندي قدرة، إياك ثم إياك أن تحزن، إياك ثم إياك أن تشعر بأنك وحيد، ربنا معك. توسل إليه بماذا؟ بالصلاة على النبي. ألم يقل جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه وسيلة إلى الله، بها يفتح الله الخزائن وبها يأتي الله بالمدد، المدد المدد. فأكثروا جميعا أيها الأحباب الكرام من الصلاة على النبي الكريم، وسوف تفاجؤون بالمدد، بالمال، بالصحة، بالقبول، بالعلم، بالفتح، بالسعادة الزوجية، وسوف تنتهي كل مشاكلكم. أقسم بالله لست حانثا، صادقا أقولها، والله وبالله وتالله إني لأعرف عدد كبير من الصالحين ما عندهم أي مشكلة في الحياة. لما أسألهم: ما مشكلتكم في الحياة؟ الناس يبكون ويشتكون، عندهم أزمات وعندهم شدائد وكروب، ما هي مشكلتكم في الحياة؟ كيقول لك: لنا مشكلة واحدة فقط لا ثانية لها. كتقول لي: ما هي مشكلتك؟ حزين أنني لم أشكر الله حق شكره، فقط مشكلتي أنني أريد أن أشكر الله كثيرا لكن الظروف لا تسمح، فأشكر الله تعالى أقل مما يستوجبه سبحانه، لم أشكر حق شكره. ولما تسألهم: ما الذي وقع في حياتكم؟ كيقول لك: صلينا على النبي كثيرا كثيرا فجاءنا المدد من عند الله، الصحة والعافية والقبول والرزق والمال والعزة والكرامة وجمع الشمل وكل الخيرات والبركات في الأهل والأولاد والأحباب. فصلوا جميعا على رسول الله، يأتينا المدد من عند الله.